السلام عليكم خوت، كي دايرين؟ بخير كلشي مزيان. بالنسبه للخوت اللي كيسولوا على المحل ديال ابو ايه بالضبط في حيفا، راح حاليا كيوريكم النعل ديال المحل. بالنسبه هذا هو الجامع ديال حيفا راح 40، هو هذا كما كتشاهدوا في الصوره اون فاس الجامع، الباب ديال الجامع كاين واحد الزنقه، الزنقه الوحيده اللي كاينه تما. غادي نحاول نعطيكم لي مارا ديال شنو كاين في الراس ديال الزنقه. هنا كاين مجزرة كتدخل مع الزنقة، الزنقة هي راس صغيرة، كيبقى واحد حلق على يدك اليمين، هو هذا هو فيه كاين الباش عند البرونة أو الحمر، كاين الزنقة على يدك اليمين كيف ما كتشاهدو، ها هي الزنقة، كاين هاد الدار اللي فيها صباغة صبري، كتمشي مع الزنقة، أول زنقة على يدك اليسار. كما غادي نشاهدوا هنا في الفيديو بالضبط، هانتوما كتشوفوا العلامات، هانتوما هاد البنوات مصفرين، هاد المحل ها هو في القنت، ها هو الزناقة على يدك اليسار، هانتوما كيفما كتشاهدوا ها هو المحل هنا، الباب ديالو خضرا، راه كاين بانو ديال الإشهار، ها هما كيفما كتشوفوا هذا هو المحل، هو هذا، مرحبا بالخوت كاملين. اي واحد كيسال على محل ديال ابو ايه هو هذا المحل، مرحبا بكم. اللي باغي يصلح الدراجه، اللي باغي ياخذ حويجات، اللي باغي ياخذ لي زاكسيسوار ديال الدراجات، مرحبا بكم الخوت، محل هذا مكان. كنشكركم كاملين.